أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على لا أقسم بيوم القيامة ولا
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة أيحسب فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا يقول الإنسان
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه علينا بيانه.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلى والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وما بنى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر باسم الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم كلا إن الإنسان ليطغى كلا صدق الله.